السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو تاع اليوم راح يكون مصطلحات بيولوجية لابارتي نيميرو 2 باسكو عجبتكم لابارتي نيميرو 1 وخليتوا لي بزاف تعليقات لانكم استفدتوا يعني بانكم استفدتوا منها بزاف. ايبا قررت باش ندير لا دوزيام بارتي وراح يكون اكثر من جزء في هذه المصطلحات البيولوجية. كل ما كانت عندي الفرصة باش نزيد ندير مصطلحات اخرى راح نزيد ندير يعني اجزاء اخرى. وقبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ينزل في القناه، وما تنساوش تخليوا لي جام اذا كانت هذه الفيديو تعجبكم وبارطاجيو لو ماكسيموم باش لي فيديو يوصلوا للناس اللي راهي حابه تعرف المصطلحات البيولوجيه. اول مصطلح راح نطرقوا ليه اليوم اللي هو سيونس. سيونس يعني علم، يعني كي نكون راح نهضر على علم يدرس كذا وكذا راح نقول سيونس كي اتشدي ونواصل. اوكي، لابسوربسيون معناها الامتصاص، الليل هو الليل كما نعرفوه عادة، لانه كاين بزاف لي يتوقعوا الليل هو الليل كما نعرفوه في العلوم الطبيعة والحياة وما يقدروش يستنتجوا اسكو هو ولا مشي هو. طبعا الليل هو الليل بالعربية. لونتيكور هو الجسم المضاد. اوكي، لونتيجين هو مولد الضد. ليزون هي الرابطة، ثم تكون عندنا ليزون ما بين دو بروتيين هذه واسمها رابطة. اسم هنا يكون عندنا اسبارتيك مثلا وهنا عندنا جلوسين مثلا، هذه لا ليزون بيناتهم واسمها رابطة. لي بيلي ولا لي بوال هما الشعيرات، هادو اللي يكونوا مثلا هنا عندنا بكتيري ويكونوا هنا هادو في الاطراف. اوكي، هادي وسمهم لي بيلي. اوكي، لا مومبران بلازميك واللي هو الغشاء الهيول. اوكي، فاكيول هي الفجوه. فلاجيل هو الصوت، كما قلنا في البكتيري يكونوا عندنا هنا لي بيلي هادو اللي حكينا عليهم هنايا، ويكون عندنا هنا واحد الصوت هنا هو اللي يخلي الاورغان تتحرك، سما هذا هو الفلاجيل. اوكي، اكستيرن معناها خارجي، انترن معناها داخلي، كاركتيرستيك معناها مميزات. سما كي يقول لك البروف جبد لي كاركتيرستيك تاع هذاك مثلا لا باكتيري ولا هذيك لا سيلول، نتوما تجبدوا مميزات نتاع هذيك لا سيلول. بعد عندنا شامبينيون، هي الفطريات. إني سيلولير معناها وحيدة الخلية. تعود عندنا بلوري سيلولير معناها متعددة الخلية. أوكي، بلانت هي النبتة، إسباس هو النوع، هنا الإسباس تقراها في ليكولوجي إن شاء الله. سينتيز دو بروتيين هو تركيب البروتين. اوكي، ميكوس هو المخاط، اسمه هنا يكون عندنا راح نقراوها ان شاء الله في لي سيلول اوكاريوت. تكون عندنا هنا ليبيتيليوم يكون بهذا الشكل، يكون عندنا هنا هادو هما لي بيلي، هنا يكون عندنا الميكوس. اوكي، اسمه هذا الميكوس راح يتابسوربيه ولا راح تصرا ما بيناتو كونتاكت مع لي بيلي وتعتبرو كيما لي زانجون باتوجين وتيليمينيه خارج لو كور. فيلامون معناها خيط، سما كي نقولوا حاجه فيها لي فيلامون لا رانا نقصدوا في الخيوط. اومو معناها متجانس، كي نكونوا راح نقولوا كلمه ولا هنا متشابه، كي نقولوا مثلا سيلول تشبه السيلول نقولوا اومو مثلا سيلولير. اوكي، ايتيرو معناها غير متجانس ولا غير متشابه. اوكي، سما اي حاجه فيها زوج صوالح مختلفين طبعا علميا نقولوا ايتيرو، اذا كانوا كيف كيف نقولوا اومو. الترا ستركتور مثلا مثلا انا هنا راح نرسم لكم مثلا لا سيلول وراح نرسم لكم كامل الاجزاء اللي فيها الداخل، مثلا لا مومبران بلازميك، لي بيلي، لا فلاجيل، لا ديان سيركولير، لي ريبوزوم، هادو كامل اللي الداخل يسموهم اولترا ستركتور. مثلا انا نقول لكم ارسموا لي رسمه اولترا ستركتور معناها دقيقه بزاف. اوكي،
هنا نعتبروها دقيقة، ولكن باش تفهموا أكثر واش معناتها دقيقة، معناها سيلول نرسمو واش كاين فيها داخل بالتفصيل الممل، هذه اولترا ستراكتور. اوكي، تورسيون هو الالتواء، وهنا الكويفيسيون دو سيدومونتاسيون، سيدومونتاسيون هو معامل الترسب او الترسيب. اوكي، كي نقولوا هنا باكتيري ايروبي معناها هوائيه، باكتيري انايروبي معناها لا هوائيه. اوكي، ونكونوا بهذا وصلنا لنهايه لا فيديو، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وتكونوا فهمتوا. اذا كان كش ما كاينه كلمه من هذو ما فهمتوهاش ولا ما عرفتوش الشرح نتاعها، خلوا لي تعليق اسفل الفيديو راح نجاوب عليه ان شاء الله في الفيديو بروش ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نلتقي في الفيديو القادم.